شكرا لكل من بغت لايك يوم من الايام على مقطع من مقاطعي، ويا هلا وسهلا بكل من اشترك بهذه القناه. قبل امس يوم وصلنا 1,000,000 اصبحوا المشتركين القديمين والجدد يبركون، واوه يا كثر اللي ساهموا بتوصيلي للمليون. شايفكم كلكم وشايف تعليقاتكم. انت بيبسي ولا حمضيات؟ اي صح، نسيت اقول الله يبارك بكم جميعا. بعدين وش الانترو النايم هذا؟ السلام عليكم، الله يسعد اوقاتكم كل خير يا عيال. الفيديو القادم ابيه لكم، ابي اسوي فيديو تبريكات المشتركين. ابد الله محيي الجميع، اللي بيشارك يشارك، تطلع وجهك ولا لا كيفك، بس ابيك تصور فيديو وانت تبارك وتسال سؤال مثلا، ولا صور فيديو بارك ورنا موهبتك، ولا عادي بارك مثلا ورنا ست ابك او اي شيء حولك. بعد ما تصور الفيديو ارسل الفيديو لي بالانستغرام بالخاص، بس شرط لا تكتب شيء بعد ما ترسل الفيديو عشان يوضح انك مرسل مقطع، وانا ان شاء الله بمقطعي القادم راح انزل جميع مقاطعكم بفيديو بقناتي. بس مقطعنا اليوم ابوريكم مقاطع جن ومقاطع غريبه، وفي واحد يقول لا تقول جن لان ذكرى مو زين. يا رجال ما عليك، دائما اقول جن وما جاني شيء. خلاص فلينا أم، عاد الحين بندخل مود الرعب. المهم امسكوا قلوبكم وخلوكم مع الفيديو. أول فيديو، سبحان الله انذهلت إن أصوات أطفال الجن مثل أصوات أطفال البشر. أنا عارف إن الجن قبائل ويصلون ومثلنا بالضبط ويتزوجون ويجيبون عيال حتى، لكن والله ما توقعت إن أطفالهم الجن يلعبون ويصرخون. يا سبحان الله، توقعت إن أطفال الجن عاقلين مو مثل عيالنا. بسم الله. بعد هذا الفيديو تبتغير نظرتك شوي. تخيلوا هذا مغامر داخل مزرعة مهجورة. إذا تبتدري إن مهجور المزرعة شكلا خله اللي ما تموت ماتت. تخيلوا أثناء اكتشافه للمزرعة والغرف اللي به سمع صوت أطفال يلعبون. تخيلوا والمزرعة فاضية ولا به أي أحد، ما بل هو أصلا بس يصور، يعني خلاص ما يبي الاثنين هذولا جن. سبحان الله، اسمعوا صوت أطفالهم، طولوا الصوت وسموا بالرحمن وخلوكم مع الفيديو. لو بجيت شفت ما في شيء. أصوات أطفال. في أحد هنا؟ أصوات الأطفال. شوف البراسي. يا سبحان الله، صوتهم واضح وضوح الشمس، وكأنهم يلعبون أو يضحكون، ولكن أيضا يحتمل الفيديو أنه يكون تمثيل، ولكن كل شيء جايز بهذه الحياة. الله يكفينا الشر. بس يا أخي يقوي قلبه يوم قال في أحد هنا. في أحد هنا؟ ثاني فيديو، بما أن اليوم مقطعنا ميكس غرائب مع جن، من أول نفسي أنزل هذا الفيديو عندي بالقناة وأوريكم إياه. ما أدري أنا إذا الفيديو حقيقي ولا تمثيل، لكن على اللي نشوفه بعيوننا أبوريكم قوة عين هذا الشخص. خويه جالس يصوره ويقول له شريك باللمبات هذولن. والله يا عيال أنه بس جاوب قال كأنهن شمس شارقة. يا عيال ما جلس ثانية إلى ثلاث ثواني طفت اللمبات كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، امسكوا عقولكم وشوفوا الفيديو. ايش حالك؟ خير انجي عليك. شو علومك؟ شلونك نظف اللمبات دي؟ حرام عليها شمس شارقة. والله ما مداو حتى يكمل الكلمة. حرام عليها شمس شارقة. أنا لحد الآن ماني مصدق إن هذه عين، وأرجع أقول ممكن إنهم جايبين واحد يطفي اللمبات ويشغلهن، يعني القسام حق الكهرب. ما أدري، أقنعوني بالتعليقات. ثالث فيديو، من الوهلة الأولى تقول إن هذا الفيديو عادي وما فيه أي شيء، ولكن يبي لك شدة ملاحظة عشان تعرف وش السر وراء هذا الفيديو. تخيلوا هذول الشباب طالعين المزرعة، وما شاء الله وش هالطلعة اللي تفتح النفس، وجالسين يصورون بالتيك توك يرقصون ومدري تحدي، وفجأة طلع أحد وراهم، لكن يبي لكم تركيز عشان تشوفونه. امسكوا قلوبكم وشوفوا الفيديو. طبعا اتوقع كلكم شفتوا اللي طلع واختفى على طول. انا ما ادري، عندي احساس انه تمثيل يا اخي، احسهم واضح حاطين فيو وراهم، واضح انهم مرتبين اللي وراهم، معدلينه صح ومخططين لكل شيء، لكن ما ادري ممكن يكون بعد صحيح الفيديو. ولكن بعيدا عن الفيديو كله، بالله اللي يرقص ما يشبه الميسي.
رابع فيديو، وهذا الفيديو للأمانة من أغرب الفيديوهات اللي قد شفتها بهذا الشهر. هذا الفيديو غريب ومرعب بنفس الوقت وغير كذا كوميدي. طبعا هذا الشخص أول ما دخل بيته شاف بس أسود، طبعا ألبس بسم الله الرحمن الرحيم عيونه تخرع، جد عيونه مشتغلة زرقاء. فهذا الشخص هو جالس يصور طلب الله، قال اللهم يعني إذا هذا جني فأصرفوا عني، يبعدوا عني هذا ألبس. تخيلوا يا عيال، أول ما قاله قام ألبس هرب. ألبس مو شرط مثلا يكون جني، ممكن ألبس خاف بعد من الشخص اللي جالس يصور. هالمرة بيقول لكم أمسكوا بطونكم وشوفوا الفيديو. تفتحوا له الباب كذا بعدين تروحون تجون هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ان كنت جنا فانصرف. يا اخي استغفر الله العظيم. طبعا هو فتح الباب على باله انه يطلع البس، لكن ما كان يدري ان راح تطلع روحه قبل يطلع البس. عد والله ما الومه ان البس يخرع. خامس واخر فيديو للامانه، هذا من ارعب الفيديوهات اللي راح تشوفونه بمقطعنا اليوم. هذا الفيديو مصور عند الكعبه، تخيلوا والناس جالسه تصلي، ظهر جني يتخطى المصلين. جني شكله واضح للامانه، انا قبل حسبته انسان لكن يوم دققت وركزت طلع جني يا عيال. وسبحان الله بالنهايه اختفى كذا فجاه، اختفى. طبعا انا ما ادري الفيديو حقيقي ولا مثلا يمكن كذب بعد، لكن احس انه واضح ما في فبركه يعني الفيديو، لانه بعد مصور من تلفزيون. امسكوا قلوبكم شوفوا الفيديو. طبعا شفتوا كيف سبحان الله واضح وضوح الشمس بالكاميرات، وبعدين سبحان الله يا سرعته كذا ركض فجأة يسرع 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 كل شوي يسرع. وبعد انا اقول ممكن غلط من الكاميرا، لكن ما ادري يعني مستحيل انسان يقدر يتخطى بين هذولا البشرة زي كذا، ومستحيل انسان تصل سرعته الى سرعة هذا الشخص. والله اني ما ادري، شيء غريب للامانة يا سبحان الله. اكتبوا لي بالتعليقات تتوقعون انه جني ولا خطأ من الكاميرات ولا ممكن مزيف. تروا في كثير فيديوهات الحين تتفبرك، لاني للامانة ما ادري سبحان الله مستغرب. إذا وصلت لهذه الدقيقة فإنك تملك قلب قوي مو مثل بعض الناس. هذا كان مقطعنا اليوم، وأبيك إذا وصلت لهذه الدقيقة تحط الإيموجي هذا بالتعليقات حق سلاح. وترى كل المقاطع هذول اللي شفتوهن كلهن جايبهن متابعيني بالتيك توك، الشباب الله يعطيهم العافية يسوون لي منشن على المقاطع اللي تستاهل إننا نشوفها، وأنا أخذ هذه المقاطع وأوريكم إياها، يعني ما في ولا مقطع أنا جايبه. ولا تنسون أبيكم كلكم تكتبون بالتعليقات وش تبون الفيديو القادم، تبون مقاطع جن ولا تبون مثل اليوم مكس غريبة مع جن، ولا تبون غريبة فقط، وحتى لو تبون جيمينج اكتبوا لي بعد بالتعليقات. لكن انا استغربت من واحد يقول بيبسي ليه ما تسوي فلوقات؟ طيب تعال فيك شوي اصبروا لي، بيبسي ولا حمضيات؟ طيب وبس، ما ننسى ان الحياة مغامرة جميلة، وما ننسى بعد ايضا ان الحياة واحدة، كلنا ميتين ميتين. وبس شكرا لك على المشاهدة ومع السلامة.